شلون الاتصال هي واجهة الحكومة، حكومة عجمان، لنقل مقترحات، ملاحظات، شكاوى، طلبات خدمة، الرد على استفسارات جمهورنا. والجمهور مش فقط جمهور إمارة عجمان، نحن نتكلم عن جمهور الإمارات ومجتمع الإماراتي. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وبتوجيهات شيوخنا الله يحفظهم أطلقنا تطبيق صوت عجمان لتنفيذ مبادرات استمرارية الأعمال اللي نشتغل عليها أو نعمل عليها في حكومة عجمان. والحمد لله رب العالمين، خلال فترة فيروس كورونا كوفيد 19 تمكن المركز من الاستمرار بالأداء وتقديم خدماته على مستوى جيد، وقدرنا أننا نحن نستمر نقدم خدماتنا من خلال العمل من المنزل لتفادي الاختلاطات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية. وأكد على موضوع جدا مهم، نحن لا ننسب الفضل لمركز اتصال فقط. مركز اتصال ناجح اليوم بسبب تجاوب شركانه الجهات الحكومية والمنضم للمركز، وخاصة خلال فترة كورونا عملنا على تغيير بعض الآليات مما يتناسب مع الوضع. والحمد لله رب العالمين توفقنا، وأريد أن يستغل هذه الفرصة وأشكر شركانا الاستراتيجيين، شركاء المركز، على كل الجهود اللي يبذلونها في سبيل تحقيق المصلحة العامة. أطلق مركز عجمان للاتصال تطبيق صوت عجمان بتاريخ 12/2/2021 بالنسخة الأولى والإصدار الأول، ويتيح التطبيق للمستخدمين تقديم الملاحظات والبلاغات والاقتراحات وطلبات الخدمة دون الحاجة للتواصل مع مركز عجمان الاتصال، بتصميم بسيط وسهل. مميزات التطبيق: إجراءات تسجيل بسيطة وسريعة، سهولة في تقديم المعاملات في 3 خطوات، ربط التطبيق مع نظام الشكاوى والاقتراحات، مما يتيح للمتعامل الاطلاع على التغذية الراجعة الواردة من الدائرة الحكومية المحلية في عجمان بكل شفافية. طبعا هناك أيضا لوحة تحكم للاطلاع على المعاملات إن كانت قيد الإجراء أو المغلقة. يمكن للمتعامل تقديم طلب الاعتراض على المعاملة أو تقديم طلب إغلاق. يمكن للمتعامل إرفاق الوثائق والصور أو الفيديوهات، ويمكن أيضا تحديد الموقع الجغرافي للشكوى أو الملاحظة أو البلاغ بشكل دقيق عبر استخدام خرائط جوجل. وأيضا يمكن استقبال التنبيهات والإشعارات من مركز عجمان للاتصال.